يقول: نحن ستة إخوة لأب، ثلاثة كبار وثلاثة صغار، وقد توفي والدنا وترك أرضا زراعية، وبعد وفاته بثلاثة أشهر توفي أحد إخوتي الصغار وبقينا نحن الصغار اثنان. فلما كبرنا وسألنا عن تركة والدنا وجدنا هذه الأرض الزراعية مقسمة بيننا ولكنها قسمة غير عادلة، فقد وجدنا زيادة عند اثنين من إخواننا الكبار، وحينما سألناهما عن هذه الزيادة من أين نشأت أفادا أنهما اشترياها من كسبهما وليس لنا شيء في ذلك، ثم طالبنا بنصيب أخينا الصغير المتوفى والذي هو شقيقنا لكي نضمه إلى حصتنا، ولكنهم رفضوا بحجة أنه ليس له حق لكونه متوفى، علمنا أنه لم يمت إلا بعد قسمة والدنا للأرض وبعد وفاة والدنا. فماذا ترون في هذين الموضوعين؟ أولا الزيادة في حصتهما، وثانيا منعهما إعطاءنا نصيب أخينا الصغير المتوفى بعد والدنا. هذه المسألة فيها خصومة بين طرفين، فأنت تدعي هذه الدعوة ولإخوتك إجابة عنها كما ذكرت، فلا بد من الرجوع إلى القاضي ليدرس هذه القضية بحضرة الطرفين وسماع حجة كل منهما، وبعد ذلك يتبين له الحق إن شاء الله تعالى. الله أعلم.